ايش راح يحتل لك يعني مكتب حكومي او معسكر؟ وذبح القائد وشليت السلاح، ولا يقول لك احد في عرف المعارضة يجب ان تقوم الدنيا ولا تقعد لمقتل مواطن، ويجب ان تقوم الدنيا ولا تقعد لمقتل عسكري، لان هذا العسكري هو ابننا ومسؤوليته ان يدافع عن هذه المنشآت، وأيضا مسؤوليته أن يسهر في هذه المعسكرات على سيادة الوطن. إذن عملية نهب للمعسكرات وللمنشآت الحكومية سوف يتحول. أنا أنبه اتحاد الصناعيين التجاريين، لا يرقم بيت الناس من بيته من زقاق، لا يستنقذوا بالمجتمع الدولي ولا يتكلموا، لا يدخلوا. شوف السياسة هذه اليوم يعني لو دخلت بها يعني بتخرج منها نادم. هم اليوم يدعون المجتمع الدولي، وانا اقرا في سهيل اتحاد الغرف الصناعيه والتجاريه، يا اخي تاجر لك واربح لك واسكت، ما هوش وقت الكلام هذا، لانه انت امام اخرين. الذي ينهبوا املاك الدوله سوف ينهبوك ويسلبوك. لا تدعو الناس الى الفوضى، ادعو الناس الى الحفاظ على النظام والامن والاستقرار.